اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. اي حاجه في الدنيا لها فوائد ولها اضرار، وزي ما المطر لها اضرار كتير لها كمان فوائد كتير. تعالى النهارده اقول لك على فوائد الامطار للنباتات، والكلام النهارده مش هقوله كلام من عندي، انا هقول لك وهنقل لك كلام ناس متخصصه في المعاهد البحثيه ومراكز البحوث الزراعيه في وزاره الزراعه المصريه. في جريده اليوم السابع المصرية ويوم 14 مارس 2020، كلم المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وقال كده ان الامطار وخصوصا الامطار الشديدة لها فوائد كتيرة جدا للنباتات. زي ايه؟ نمرة واحد، ان الامطار وخصوصا الامطار الشديدة اللي بيسبقها برق ورعد بيدق عن البرق والرعد توفر كمية كبيرة جدا من الازوت الجوي اللي هو النيتروجين، وماء المطر بيذيب هذا النيتروجين او الازوت الجوي وينزل بيه الى التربه، فده بيساعد جدا على زياده نمو وسرعه نمو النبات. يعني انت بتضيف سماد طبيعي نيتروجين للتربه بدون اي تكاليف. كمان المهندس محمود عطا قال ان الماء المطر بيكون اصلا ماء عذب ما فيهوش اي املاح، خالي تماما، ماء مقطر خالي تماما من الاملاح. لما بينزل بكميه شديده جدا بيعمل عمليه غسيل للتربه من اي املاح موجوده فيها، خصوصا لو انا التربه عندي فلات مستويه، لو انا مش عامل جور او حفر حوالين النبات، لان الحفر دي هي اللي بتساعد على تراكم الاملاح داخل الحفر. فلو الارض مستويه بينزل المطر عليها بيزيل ويغسل كل الاملاح المتراكمه حوالين النبات. والدكتور ايمن حسني مدير معهد المحاصيل السكريه قال كده ان الامطار بتعمل عمليه غسيل للمجموعه الخضراء من الاتربه الموجوده عليه، وده بيحسن جدا من كفاءه عمليه البناء الضوئي. يعني ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه كميه كبيره من الطاقه وكميه كبيره من الغذاء اللي بتساعد النبات على زياده سرعه نمو. كمان الدكتور ايمن قال ان الامطار الشديده بتساعد على غسيل الاوراق والمجموعه الخضراء للنبات من اي جراثيم للفطريات. اي جراثيم للفطريات بتتزال تماما او بتغسل كميه كبيره جدا منها، وده بيقلل جدا من الاصابه بالامراض الفطريه. كمان الدكتور ايمن قال ان العواصف الترابيه اللي احيانا بتسبق الامطار مفيده جدا لقتل العديد من الحشرات زي الذبابه، الذبابه البيضاء، زي ذبابه الفاكهه، زي المن، زي العناكب. حتى احنا كمان بنلاقي احنا بعد الامطار بنلاقي لو مثلا في منطقه فيها منتشر البعوض او الناموس اللي بيصيب الانسان، بنلاقي بعد الامطار مفيش ناموس، راح فين؟ احنا مش عارفين. هقول لك اللي بيحصل ايه. العواصف الترابيه دي بتعمل ايه؟ بتسد الصخور اللي هي التنفسيه الموجوده على جسم الحشره. اغلب الحشرات بتتنفس عن طريق جسمها، في صخور تنفسيه موجوده على جسم الحشره. الاتربه بتسد هذه الصخور، فالحشره بتختنق وتموت نتيجه نقص الاكسجين. هنا بتخلص من كم كبير وعدد هائل جدا من الحشرات اللي ممكن تصيب النبات. كمان ذكر الدكتور ايمن ان محصول زي محصول القمح المنتشر زراعته الان في الشتاء، طبعا المطر بينزل بيعمل عمليه غسيل للاصداء الموجوده على النبات. معروف ان مرض الاصداء مرض مشهور، او الصدى مرض مشهور جدا في القمح. المطر بينزل بشده بيغسل كل جراثيم الفطر الموجوده على النبات، وده بيقلل جدا من الاصابه بمرض الصدى على القمح. كمان وجد العلماء بتوع مراكز البحوث الزراعيه ان بالنسبه لمحصول المانجا سقوط الامطار بشده عليها بيعمل عمليه غسيل للعفن الهبابي اللي بيصيب اشجار المانجا، واللي بيقلل جدا من عمليه التزهير وبالتالي بيقلل المحصول. فبالتالي لما يكون في عندي مطر شديد هيقلل الاصابه بالعفن الهبابي، هيزود التزهير وهيزود المحصول. كده انا قلت لكم على كل فوائد الامطار. تعال بقى اقول لك على حاجه مهمه قوي تعملها بعد الامطار تجنبا انه ربما تكون امطار مش شديده ما غسلتش الفطريات او ما ازلتش كل الاتربه. اعمل ايه؟ هقول لك هات مبيد الكبريت الميكروني القابل للبلل، وده يعتبر ارخص مبيد موجود في السوق، وضيف منه 2.5 جرام على لتر ميه ورش النبات بتاعك، هيعتبر وقايه ليك من جميع الامراض الفطريه، وكمان وقايه من الاصابه بالعناكب لانه بيعمل عمليه خدش ميكانيكي للحشره، وبالتالي ده بيساعد جدا معايا على موت العديد من الحشرات وكمان تطفيشها. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لحسن سماعكم، والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.